يعني لفتة أكثر من رائعة من بعض جماهير النادي الأهلي، ومعاهم طبعا الفنان الأهلاوي الكبير بيومي فؤاد، ويعني حيه مؤمن بشكل كبير في إحدى المطاعم، وفيديو مهم جدا ومؤثر جدا ويفرق قوي مع مؤمن بشكل معنوي مطلوب. بالمناسبة مؤمن حالته في تحسن مستمر، طمنت على اللاعب من بعض الأيام السابقة كده، والأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد. يا رب يرجع بألف مليون سلامة لناديه ولجمهوره بإذن الله تعالى. طيب خلينا كمان نروح ناخد تفاعل جمهور الأهلي وعلى سؤال حلقة النهاردة تحديدا، وهو اللي بيتعلق بأفضل هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي. أنا عارف هيطلع أي أفضل هدف بصراحة، بس خلينا نشوف تفاعل. جاهز يا جماعة معنا؟ طيب عقبال ما يجهز، يعني تعليقات جمهور الأهلي بخصوص سؤال الحلقة. فطبعا مباراة الأهلي والترجي من ضمن كلاسيكيات الكرة الأفريقية بكل تأكيد، ومباراة بيترقبها أو بتترقبها القارة كلها. لكن خلينا ناخد التفاعل بخصوص الجمهور، ونبتدي بمحمود أحمد ناصف، واللي قال هدف سعيد عبد الحفيظ. طبعا هو أنا كنت متوقع هدف كان فظيع، يعني حاجة جامدة جدا، بس هو ما كانش في 2006 بالمناسبة، هو كان في 2001 يا محمود. طيب خلينا كمان نروح لعادل الأحمدي، واللي قال أكيد هدف كابتن سيد عبد الحفيظ كان هدف قاتل. ماشي اللي بعده. الخال عوض قال هدف سيد عبد الحفيظ ويليه هدف وليد سليمان، وكمان نورة قالت هدف معلول وهدف كابتن سيد عبد الحفيظ. عبد الرحمن السيد قال هدف وليد سليمان، وفي استاد رادس واللي خلصت المباراه بنتيجه 2-1، طبعا كان في 2012 واللي الاهلي فاز فيها باللقب. كمان عمرو قال هدف اجاييه من عرضيه معلول 2-1 في رادس. طيب ايه تاني؟ خلينا نروح لمحمد مصطفى، واللي قال هدف علي معلول من ضربه حره. كمال عبد العال قال جده، وروان عصام قالت هدف وليد سليمان. انس عاشور قال هدف اجاييه من عرضيه معلول في 2071، لا مش 71، 2017 طبعا. طيب خلينا كمان نروح لمصطفى كابو، هدف الحاوي وليد سليمان في رادس طبعا، وعموري ستايل قال وليد سليمان في 2017 الهدف الثاني اللي جابه في او اللي جاب وليد سليمان في مرمى الترجي. طيب يعني دي كانت بعض التفاعلات وبعض تعليقات جمهور الاهلي بخصوص سؤال حلقه النهارده واللي بيتعلق باجمل هدف في تاريخ مواجهات الاهلي والترجي. طبعا هو اجمل هدف من وجهه نظري طبعا مباراه او هدف كابتن سيد عبد الحفيظ هناك في تونس في 2001، كان هدف اكثر من رائع وهدف تاريخي، ومن خلاله تاهل النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله المباراه اللي جايه يكون فيها اهداف احلى في شباك الترجي باذن الله من خلال النادي الاهلي، ونتاهل للمباراه النهائيه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.